اهلا بكم وفيديو جديد وهنزرع فيه بطيخ مع بعض. باختصار شديد هنجيب المكان اللي هزرع فيه البطيخ بذرة واحدة بطيخ لجردل زي ده، ما ينفعش اكتر من كده. هختار مكان للجردل يكون على الاقل 6 ساعات شمس، مش اقل من كده عشان تدينا نتاج مثمر بامر الله. ننقش بقى سطح التربة كويس جدا، وبعد كده نحط السماد العضوي. وما تنساش البطيخ بيحب السماد العضوي جدا، بمعنى ان التربة بتاعت البطيخ ما ينفعش اقول حفنة كومبوست على هذا الكم من التربة، ما ينفعش. على الاقل على الاقل خالص ربع التربة كومبوست، ربع التربة بس يكون كومبوست تام التحلل. وردا على السؤال المهم جدا ده، ما ينفعش ان انا اجيب قصيص زي ده وادفن تحت التربة مجموعة من بواقي الخضار او اي حاجة غير متحللة واقول هي هتتحلل على ما الايه البذرة تنمو. هي ممكن تنمو فعلا، لكن الجذور هتتأذى جامد، لان بينتج عن نتاج التحليل اللي تحت ده هينتج حرارة، هينتج غاز امونيا، هينتج بكتيريا. دلوقتي هتبقى ضارة، بعد كده هتبقى نافعة، هينتج ديدان، هينتج اللي هينتجه. المهم ان مش هينفع ان انا اعمل الحركة دي الا اذا ان انا عندي ارض كبيرة او عندي حوض كبير بزرع فيه، وهختار حتة منه وادفن فيها المخلفات العضوية او النباتية او ايا كان. ده ممكن، لكن في قصيص او في جردل لا. طيب نرجع تاني، ههرش سطح التربة كويس جدا وأقلب التربة. التربة دي معقمة تماما ومألحفة في الشمس ومروية من 3 أيام، عشان كده تحس إن فيها شوية مية كده أهو. طيب تمام، طبعا عليها شوية ورق شجر، هشيل ورق الشجر ده، ده بس جاي من تساقط الورق بتاع الشجر اللي حواليها. وهضيف عليها الكومبوست وهقلب كويس جدا، وبعد كده أرجع لكم علشان ما أطولش الفيديو. كده تمام، هنجيب البذور، هحط في الجردل ده 3 بذور. الله، انت مش لسه قايل بذرة واحدة؟ انا هحط 3 بذور يكونوا مش بعاد عن بعض، يعني مش في اطراف الجردل، لا قريبين التلاتة من النص. وبعد 3 اسابيع بالظبط من دلوقتي هنتخب احسن واحدة اسرع في النمو واقوى في الشكل، وهعدم الاتنين التانيين، او على الاقل هي هنتزعهم بجذرهم، لكن الافضل ان احنا نعدمهم علشان ما نأذيش النبتة الام. طيب اغطي ممكن، من خطورة التغطية ان انت تغفل عنها، مش هقولك يوم، هقولك 3 4 ساعات زيادة هتلاقيها انفجرت في النمو وسرولت، وهتضطر تعدم البذور دي. وان كنت انت عايز خلاص لازم تغطي، غطي يوم واحد فقط واكشف عليها، وغطي يوم تاني واكشف عليها، بعد اليوم التاني شيل. ان البطيخ هيقعد 3 اسابيع متنح، ما بيكبرش او بيكبر بطريقة ضعيفة وبطيئة جدا زي الطماطم. اهي مثلا الطماطم دي 3 اسابيع اهي مستنيها تكبر شويه عشان تقدر افصل منها او انتخب الكويس وايه واسيبه، لكن طبعا اللي تحت هنا هو منها بذور فلفل ومنها بذور جوافه. الوعاء ده اساسا كله علشان حد عشان في بعض الناس سالت، ده وعاء اختبار عندي، يعني البذور اللي فيها دي انا ما بزرعهاش علشان اخدها واشتغل بيها، انا بزرعها علشان بجرب التربة اللي هنا مختلفة عن كل الترب الموجودة في بقية المكان عندي. التربة دي هي عبارة عن كومبوست على ورق شجر على بيتموس، فكل ده متحلل مع بعضه، نسبة قليلة جدا من التربة ان كان طين او رمل او بتاع، هي تربة خفيفة جدا. انا لو ضغطت ودخلت صباعي فيها كده اهو في اي حتة، لو جيت هنا اهو دخلت صباعي على طول من غير اي ضغط من غير اي حاجة، تربة خفيفة جدا، انا بس بجرب فيها بعض الحاجات دي، تربة الاختبار عندي. طيب نرجع تاني على طول، هنستنى بعد 3 ايام اول بذرة ظهرت اهي، نوقف ري بقى دلوقتي، هنوقف ري لحد ما ال3 بذور يطلعوا ويطلعوا اول ورقتين، يعني تقريبا 3 ايام. وبعد كده ابتدي اروي بالراحه، ويا دوبك بس برطب سطح التربه، ما زودش ميه على الاخر. وكده بعد يومين كمان واضح جدا ان هي محتاجه شمس اكتر علشان بتطول اهي بسرعه. هنقل القصيص ده لشمس تكون اكتر من كده، المنطقه دي فيها شمس 3 ساعات، هحطها في حته شمس 6 ساعات. كده اهو بعد 4 ايام، اهم حاجه الشمس والتربة ما تترويش، كل ده على نفس الرية الأولانية من أول ما لقيت
البذر بتشق لحد دلوقتي اهو 4 أو 5 أيام في الشمس مهرية ولكن بدون ري تماما. طيب انا هروي امتى؟ انا دلوقتي بعمل كده في سطح التربة، بخربش سطح التربة كده اهو، بلاقي تحت اهو في مية اهو لسه في رطوبة، يبقى هستنى يوم كمان بحيث ان انا لما انزل ايدي 5 سم في التربة تكون ناشفة، وهروي بالمحسوس يعني هروي قليل جدا، وهنفضل ماشيين كده مع بعض لمدة شهر وارجع لكم بقى بعد شهر. بص هنا القمة النامية ابتدت ان هي ايه تنبت اهي باينة كده، فات 4 ايام والتربة يعني ناشفة تماما ما تراوتش ولا مرة، ده لازم طبعا عشان انا خدت بالي ان يعني طولت سنة صغيرة ما لحقتش تسرول ولا حاجة، بس طولت سنة علشان التربة كانت شاربة مية من الاول كتير قوي، فسبتها لحد ما ايه اتألحف كده تماما. هندي رية خفيفة جدا يا دوبك بس نشم من سطح التربة رطوبة ومية خفيفة، ممكن بالبخاخ وممكن بس نص كوباية كده علشان مخزون التربة من الرطوبة ما يفقدش اكتر من كده. المهم ان انا هشوف مين احسن اتنين في دول، دي ولا دي، دي افضل طبعا، فهمسك دي كده اهو وخلاص اشدها كده مش عايزها، احطها في بديل البيت مسل اللي انا بعمله، ودي التانت كده عشان طولت مش اكتر ما فيهاش ادنى مشكله لكن شغاله زي الفل، وكده انا هنتخب بقى واحده من دول تكون كويسه خلال 10 ايام كمان واتخلص من التانيه بحيث ان الجردل ده ياخد واحده فقط. كده بعد اسبوع كمان طبعا واضح جدا ان دي معدل نموها اقوى من دي، فهنتخلص من دي خلاص، نشدها كده خلاص خلصنا، واي حشائش في التربه طلعت هنشدها برضو خلاص. سماد بتاع الرز والافضل منه سماد الخميرة ونسمت تسميدة خفيفة، ما عندكش بقى شاي كومبوست بس خفيف جدا ما تكترش. انا سايبها طبعا عطشانة جدا، بسيبها تقريبا بالاربع ايام مع انها في شمس 6 ساعات، لكن انا عايز الجذور تقوى وتشد الزرعة تقوى، وطبعا واضح من معدل النمو بتاعها. وكده بعد اسبوع كمان هنبتدي بقى التسميد، مهم جدا في الفترة دي ان انا مرويش كتير، الري يبقى بانتظام لا عطش ولا اغرق مية. طيب هبتدي اربطها بقى على الايه الحيطة بحيث ان انا عايز البطيخة دي اجرب فيها ان انا ازرعها رأسيا، فهمشيها على الحديد كده ونشوف هنعمل معاها ايه. انا هستخدم تسميد الكمبوست المتحلل تام التحلل او تام التخمر اللي انا عامله مسبقا من بقايا المطبخ.
اسماد كومبوست تام التحلل، نظيف جدا، معقم، متساب لحد ما يتقلحف في الشمس. اهو حتى في بعض من الحاجات اللي كانت ناشفة شوية لسه ما اتفتتتش. نفتت سطح التربة ونشيل بقى ده بقايا السماد القديم اللي قاعد تقريبا دلوقتي بقاله شهر شهر ونص، زمانه تحلل وتزبط خالص. نفك كده سطح التربة كده، نجيبه على النص. تمام. ليه يا عم جبته على النص؟ عشان هجيب السماد بتاعي واحطه هو اللي على طرف القصيص. هتقولي ده كتير، هقول لك. اولا السماد واحنا بنعمله الكومبوست بنخففه بتربه او بنغطيه بتربه، فهو الى حد ما مخفف. ثانيا ودي الاهم، ان البطيخ يعشق التربه العضويه، فما تقلقش على البطيخ من انك ما تحطلوش من انك تحط له سماد كتير. اهم حاجه يكون تم التحلل، ما فيهوش تفاعلات، مروي كذا مره، مكمور كامره صح، وفي الاخر يكون متعقم. اهم حاجه يكون متعقم. طيب وبعد كده لازم تدفن السماد علشان مش عايزين الشمس تاكله، لازم تنكشه مع التربه كمان كده عشان ما ينزلش نزله ثقيله مره واحده كده على الايه، على الجذور. وكده كده الكومبوست المنزلي اللي هو من بقايا المطبخ ده بيبقى خفيف ري غمر بقى لحد ما تشبع القصيص ميه. طيب هتقول لي يا عم انت دلوقتي بتحط السماد في عز الشمس كده غلط. هقول لحضرتك فاضل لي ساعه بالظبط والشمس تتغيب عن المكان ده، فمش هيعمل اي مشكله. يلا بينا. طيب واحد يقول لي ليه النبات ده الورق بتاعه صغير، مع ان انا في الفيديو اللي قبل كده لو الجزء التاني من زراعة البطيخ كان الورق كبير جدا قد ايدي. اقول لحضرتك دي انواع ملهاش بقى علاقة ب يعني التسميد والكلام ده كله. في نوع البطيخ بيبقى الورق بتاعه كبير قوي، وفي نوع بيبقى صغير. وعموما انا كده كده ما بحكمش على شتلة البطيخ من اول شهر ونص، بحكم عليها بعد كده. طيب ري غمر زي الفل اهو، ولما تنزل هروي تاني. هتقول لي انت كده عبيت القصيص بالتربه، لا هي من الري هتنزل تتحلل تاني، اديها اسبوع ولا حاجه هتلاقيها هبطت تاني ونزلت لما السماد بقى ايه يبتدي يدوب ويتحلل جوه التربه وينزل لتحت يتخلل جوه التربه كعناصر يعني. وهو ده مستوى شتلة والنمو بتاعها في شهر ونص. طبعا مستوى ممتاز جدا، وصلت لحد السقف وابتدت تطلع افرع جانبية. الجأ برضو في العملية دي لعملية التقليم السفلية، يعني الورق اللي قريب من ساق النبات او الارض انا مش محتاجه، الورق الاصفر مش محتاجه، الورق الكبر او بزيادة وشاخ مش محتاجه، كل الورق ده انا مش محتاجه. بس ما كترش في قطع الورق دلوقتي يعني مره واحده، انا احب اقطع يعني مجموعه مجموعه كل يومين ثلاثه اربعه اشد لي مجموعه كده اهو علشان الدنيا تبقى تمام. حتى هتلاقيني قاطع زي ما شفنا مع بعض كل ده زي الفل، وعشان كده طلعت ادي فرع ادي التاني لما عملت التقليم. يلا بينا نشوف الفتره الجايه هيبقى فيها ايه. كده عدى حوالي شهرين وشلت اغلب الفروع، عشان كده الفرع الجديد بقى بالورق الصغير بتاعه، لكن الورق القديم متصاب او مش متصاب شلته والنبات طالع لحد فوق خالص ولف ورجع تاني اهو. كل الافرع الجانبية شلتها مش محتاجها، انا مش محتاج غير يعني زهرتين بس بالعدد هما اللي يعقدوا، وادي واحدة منهم عقدت. ان شاء الله واحدة من الاتنين دول تعقد،
مهم جدا بقى عشان بتسأل السؤال ده كتير جدا. احنا بنزرع بطيخ والزهر بيفتح وبعد كده يدبل ويقع وما بيحصلش عقد، ده ملوش علاقة بالتعطيش والري، ولو ان برضو التعطيش والري وعدد ساعات الشمس ده سبب مهم جدا. ان انا لو بروي كتير قوي او بسمد نيتروجيني او لو الشمس قليلة هيحصل كده في الازهار، لكن الاساسي في البطيخ والشمام والكنتالوب والشهد والكلام ده كله ان هو بيحتاج شوية للملقحات الخارجية، ان كان هواء ان كان دبان ان كان نحل ان كان ان كان ان كان حتى لو حشرات تانية. لكن مشكلة الزراعة في البلكونة او الزراعة على السطح ان الملقحات دي قليلة، وبالتالي ما بيحصلش تلقيح للزهرة، فلازم نعمل تلقيح يدوي. لازم اجي بقطنة او بسدادة الودان دي او بحاجة اللي هي بتاعت الودان دي وامسح على حبوب اللقاح اللي هنا في الزهرة دي او في الزهرة اللي بتطلع مذكرة، واعدي على كل الازهار اللي في البطيخ اتأكد ان انا يعني عملت عملية التلقيح تماما يدويا علشان نضمن ان شاء الله بامر الله اللي هو يحصل عقد. كده الفيديو هيطول جدا، خلينا نقفله على كده، وان شاء الله في الجزء الثاني نشوف بقى ايه مصير الازهار دي ومصير البطيخة اللي عقدت الصغننة دي ايه، وهنعمل ايه عشان نكبرها، خصوصا ان احنا في الشتاء، يعني احنا في شهر 11 دلوقتي، ازاي احافظ عليها وازاي اخليها تكبر بشكل سليم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.